حكيتي بعدك وعي؟ فادي وين كنت لهلا؟ كنت فادي لو وين كنت لهلا الساعة 2 ونص بالليل؟ حكيتي معناها بسرعة بسرعة قول بسرعة خبرني ما تبلش تلفق لي كذبات وتخبرني خبريات لحظة هلا قل لي لا رح خبرك معناها هلا خبرني لحظة وين كنت؟ كنت بالمعاملتين كنت بالمعاملتين حياتي ما انت تأخرتي هيك زهقت قلت انا بروح بقصدر شوي بالمعاملتين ايه وفت على كباريه يعني وهيك طلبت كيس ويسكي اها وبعدين تعرفت على هيك ست يعني روسيه كثير كويسه هيك وتسيرنا يعني واستهضمتني واستهضمته هيك ايه وصار اللي صار يعني مش الحال فادي كم مره صرت قايلت لك انا هتكذب علي كم مره صرت بفهفدك بلا كذب بلا كذب ليه ما بتخبرني انك كنت بالشغل حياتي وحياتك ما تكذب ما تكذب قل اني كنت بالشغل شو رح اعمل لك اوكي شو قال لك الحكيم شو قال لك الحكيم ما قال لك فادي خفف شغل شوي كرمال صحتك ولا ليك عيونك كيف منقرين اطلع من ورا القرايه والكمبيوتر فوت قدامي لاشوف يلا شو رح البس بيجامتك حياتك كنت مع وحده ليه ما بتفهمني يعني قول انك كنت بالشغل